تحكينا في ناصر عبد القفص مع وضعها خلينا ايه كريم النفس تقي اليد صاحب البيت الباكر صاحب النفس الطويل كان شو بحكينا بالاحداث اللي شهدناها تشهد كيف كان يسمى يا الله ما خير وما توفيك العبارة أسمى كفرك ألامي كما وصل وفد اخر من بلده بعورتي كما وصل وفد من بلدة فيصول Oh, my God.
وصل الآن وقت من بلدة عين الصور، كما وصل وقت آخر من بلدة الساتين. أتوا يشاركوننا في مصابنا الأليم. Bye.
اكتشفها العلم بالكيل والارقام وعلي بجسدنا مكان العلم يشري جنت مواقف حكم اشرف من الحكام ولما البلاد احترق بالحرب ما فيها شو كان عندك رجاء ما تطلع الألغام ترجع مياه المحبة على مجال ضيعتك ما تنام غيرك يولع النار وقلت فيها وتعمل بسرعة ببيتك محكمة وأحكام أصعب قضية كنت بالعدل تنام ضيعتك ما تنام غيرك يولع النار وقدت فيها وتعمل بسرعة ببيتك محكمة وأحكام أصعب قضية كنت بالعدل تنهي عقد الدفع بيحفر الأختام ويا ما موارد عن المجلس بيخفيها وانت الوحيد المفي أشرف من الأقلام اللي كنت فيها وراء الناس تنظر بيحفر الأختام ويا ما موارد عن المجلس بيخفيها وانت الكريم المفي أشرف من الأقلام اللي كنت فيها وراء الناس تنظر مهر الجام والكل قصة عتب في ناس تحكيها والكل وين اتهجر في غايب وأيتام والكل جمع حزن في عين إذا بترجع مع الأيام أهي الضيعة صارت ما بتنسيها بتشوف بعد رغم ما بعدت الأعوام محفور اسمك على رخام وذهب
طلعوا للاسمان وسعونا الشفتنا الابري ببري الشهور من يمينه وليه بلدنا الكبر باسم من عرامون المفاسي قد جدر ابن الأهلاسي طريقا محمديه ثم صلى الله اكبر بالكنيسة المريميه تحترق على الارض اكثر ما احترق شمع القذافي What?
يمكن تصد القطيعه وصورتك حفظ امامك يمكن تصد القطيعه يا جدلنا من كلامك عبد مدرسه الطبيعه مش يتم غيري امامك هتامن لك حراسي من كافة أنحاء لبنان لتشاركنا في مصابنا الأليم. وصل الآن وفد من بلدة بنايف، كما وصل وفد من بلدة الشرفين، ووفد آخر من بلدة كفر سلوان، ووفد من بلدة كفر مكة.